ابتدي. اتفضل اكمل. وتمذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ابياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي، وكل قارئ وكل سامعي. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب جزاك الله خيرا ومبارك عليك باشمهندس عمرو هذه الإجازة المباركة. طيب طب لما لو أنا سألت حضرتك وقلت لك ما عدد أبيات هذه المنظومة؟ عدد أبيات المنظومة 61 بيت، وطبعا أشار إليها الناظم رحمه الله في كلمة أبياته ند بدا، فبحساب الجمل ند بدا نقدر نستطيع إن احنا نحصر أبيات المنظومة وهي 61 بيت. الله يبارك فيك. تمام، يبقى عندنا الحروف الهجائية اللي هي أبجد هوس دي بيقسموها من الألف إلى الطاء حروف الآحاد، ومن نعم الياء إلى الصاد حروف العشرات، ومن القاف إلى الغين حروف المئات. صحيح. فلما حسبنا لقينا إن النون بتساوي 50 والدال 4، وكلمة بدأ فيها حرف الباء بيساوي 2 والدال 4 والألف 1، في بصير المجموع عندنا 61 بيت واحد اللي هو وستين عدد بيت أبيات المنظومة. نعم. تمام، طيب تاريخ المنظومة. تاريخ المنظومة اللي هو أشار إليها الناظم تاريخها بشرى لمن يتقنها، فأيضا بحساب الجمل وجد إن هو الناظم رحمه الله ألف القصيدة سنة 1398 هجرية. طيب جميل ما شاء الله، 1198 هجرية. الله يبارك فيك. لا بشرى. حضرتك 1398 هجرية. لا لا لا، 1198 هجرية. 1100. نحسبها مع بعض كده. عندنا طيب مش الباء، مشكلة. الباء بتساوي رقم 2، والشين نعم. بتساوي 300، والراء 200، والياء 10، واللام 30، والميم 40، والنون 50، والياء 10، والتاء 400، والقاف 100، والنون 50، والهاء 50، والالف 1. يبقى لما نجمع ده كله بيصير المجموع عندنا كام؟ 1198 هجرية. 1198. نعم نعم انا خلاص اخطأت، ماشي. لا 1100. اتلخبطت بس ولا حاجة، ربنا يبارك فيك. نعم لا زي الفل 1100. ما شاء الله. طيب الله يبارك. بما انا شرحت لحضرتك هذا المتن كاملا بفضل الله تبارك وتعالى، متن تحفة الأطفال، فعايز أقول لحضرتك نجيب تفضل. آية ونستخرج منها الأحكام، نعم أو مثلا السؤال هو استخرج الأحكام الواردة في الآية الأولى والثانية والثالثة من سورة النبأ، عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. استخرج الأحكام في ضوء ما درست مع استخراج الايه، مع الدليل من التحفة. عما يتساءلون. عندنا الحكم الأول الميم المشددة، وهي حكمها الغنة مقدار حركتين، وإليها أشار الناظم وغنة ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا، فهنا في غنة مقدار حركتين. جميل. يتساءلون فيه طبعا. عايزين نسأل يعني ايه غنة يا باشمهندس عمرو؟ يعني ايه غنة؟ الغنة هو صوت رخيم يخرج من الخشوم مقداره حركتين. الله يبارك فيك. تمام. نعم. طيب كلمة يتساءلون استخرج ما فيه. يتساءلون عندنا هنا المد المتصل، وحكمه أو مقداره 4 حركات أو 5 حركات إذا جاء متوسطا للكلمة، وإذا جاء في آخر الكلمة ووقفنا عليها فحكمه 6 حركات. الدليل من مش حكم، يعني التحفة بنقول مقدار مده 6 حركات أو مقداره. نعم إنما مقدار حكمه ده المد. يعني حكم الوجوب، والوجوب يعني هو واجب. نعم مقدار. نعم طيب ممكن تجيب لي الدليل على المد المتصل ده؟ طبعا الدليل عليه من التحفة فواجب إن جاء همز بعد مد، فواجب إن جاء همز بعد مد بكلمة وتاب متصل يعد. الله يبارك فيك، ممتاز ما شاء الله. طيب عندك مد آخر في الكلمة؟ طبعا في يتساءلون،
هنا في ممكن يبقى مد طبيعي في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فهو مد عارض للسكون مقداره 4 حركتين أو 4 أو 6 حركات. 2 أو 4 أو 6. 2، 4 أو 6. نعم. طيب تمام ممتاز. طيب نعم. كلمة عن النبأ. نعم. عن النبأ أولا هنا النون مشددة. طيب قبل ما نروح للنون المشددة يا باشمهندس برضه الآن اللام. احنا ليه كسرنا هنا النون بتاعت عني؟ كسرنا ليه النون؟ عن النبأ العظيم. كسرنا النون الأولى دي ليه؟ لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. عدم التقاء الساكن. فكسرنا الإيه الساكن أو يبقى عني. طيب. عني لسورة المخرج صح. طيب عندك نعم. عندك لام هو في بداية الكلمة كلمة النبأ. نعم. هنا دي لام شمسية. فتضغم. وإليها أشار الناظم وثانيهما إضغام والثاني إضغام وأولاهما إظهاروها في التعريف. لا ما هات الشاهد بس ثانيهما إضغاموها في أربع ثانيها إضغاموها في أربع مع عشرة ورمزها فعي ثم سربح من تفز ضف ذا نعم زر شريفا للكرم دع سوء أظن دع سوء أظن زر شريفا للكرم. ممتاز ما شاء الله جميل خالص. طيب النون مشددة بتقول سبق نظير لسه ما عندناش كده اللي هو مثل الميم المشددة. طيب. نفس الحكم. طيب كلمة العظيم برضو ايه سبق نظيره مادة طبيعي وصلا وعارض تكون وقفة. جميل. طيب طب الذي هم فيه هنا ميم وبعدها فاء ما حكمها؟ انا الميم الساكنة وبعدها الفاء اشار اليها الناظم واحذر لدى ميم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعلفي يعني لابد من إظهار الفاء حتى لا تختفي على سبيل الخطأ. طيب ممتاز جميل ما شاء الله. فيه ده برضو مادة طبيعي برضو مر معنا. طيب مختلفون مر معنا برضو مادة طبيعي وصلا خلاص كده ما شاء الله. أقدر دلوقتي أقول لحضرتك مبارك عليك الإجازة بهذا المتن المبارك وهي إجازة القراءة والإقراء والتعليم في هذه المنظومة المباركة منظومة تحفة الأطفال باستند لصاحبها الإمام سليمان بن حسين الجمزوري عليه رحمة الله كان حيا عام 1215 هجري. فأنا الفقير إلى الله تبارك وتعالى أبو عبد الله الشام بن جمال بن رمضان حيدرة مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف وعيد المقارئ المصرية أهديك هذه الإجازة المباركة وأقول أنك قرأت عليها هذه المنظومة المباركة والحمد لله يعني مع الضبط والتحقيق والشرح وأجيزك بها إن شاء الله تبارك وتعالى وأوصيك بما أوصاني به مشايخي مدى الظهور من تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية وحفظ حدود الدين وتعظيم الكتاب المبين والقيام بوظائف في خدمة القرآن الكريم وتجويده وإبدائه للراغبي والترغيب فيه وأسألك الدعوات في الدعوات في الخلوات لي ولوالدي ولأهل بيتي فإني فقير إلى ذلك محتاج إلى ما هنالك والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ومبارك عليك مرة أخرى هذه الإجازة المباركة وربنا يبارك فيك.